اي جايز، صباح الخير. كثير هيك لو سالكو عاوشاني مع نهار جديد، عاوشاني فات ستاسيون خراك نشد الطريق طالع للرباط. وانا نقول جيت نستارح شويه فات ستاسيون، ماشي معروف ان ستاسيونات فاش كنوقف، فهمت يعني محسوب بين الحساب فاش ديما كنوقف. وقفت عاوتاني نستارح شويه، ما بعدش اللي بقاش تصايق الطواله، وقلت اجي ندير واحد اللايف عاوتاني مع توحشتكم فهمتي، وما تلقاش المناسبه كاع في العطله دي باش ندير اللايف. ميجي دليبي مرحبا خويا، مرحبا مرحبا مرحبا. عاوتاني في وسط الربيع والبلاد زوينه، وشنا في الوقيته هذه زوينه، الشكيطه والبرد. عثمان سيمي خويا سيمو، ويل خوت صافا بخير. السموح حاج كندير اللايف على غفله، شحال من واحد البارح خلا لي خويا سيمو غفلتينا في اللايف خويا سيمو، ما كنتيش قلت لنا الوقت ديال اللايف خويا سيمو. يا اخوان والله ما نشوف ما حتى شي حاجه ما كتكون بلانيه، حتى شي حاجه ما كتكون داير بحسابها. غير كنكون وقفت هكا في شي ستاسيون نسترح شويه، كتجيني فهمتي تنقول اجي باجي نبقى فهمتي، حتى نكون حاط راسي واحد ربع ساعه ولا ساعه ديال الراحه عاد نكمل السوكر. مع السوكر تيولي ممل ملي كتبقى شاد ومتابع. كنقلت تنقول اجي ندير واحد اللايف بلا 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 ما نخططوا ليه. المهم والله مش انتم اللي كتشوفونا، انا اللي كنشوفكم بالرجوله فهمتي. ولا انا اللي كنشوفكم، انا اللي كنتوحشكم بزاف. كاينه اخويا واحد كتب كاينه والله الا الاخوان، لا انا اللي فهمتي تنشوفكم راه على اللي الشرف. واخا تنعرف كنغفل في اللايف وماج بزاف ديال الميساجات البارح، جيت تدري صحابي خويا سيمو لا انا راه قلت له راه هو راه مسيفي سير شوفو، قال لك لا انا عزيز عليا نشوف اللايف ملي يكون لايف عاجل. وفين اخويا عاجل نهار كبير هذا، تبارك الله على الدراري. الاخوان واحد 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 السؤال كيجي بزاف هاد الايام هادي فهمتي، هو واحد السؤال جيت مبتدئ بزاف فهمتي، ما السؤال اللي كنحتارمو بزاف فهمتي. دابا باش يكون شي واحد الله عارف واحد الماضى فاكر سميتو سيمو لايف اللي هو انايا، يكون الله عارفو فهمتي واحد اليوم جا شي خونا دواليه ولا المهم القاب شي طريقه او ما كيجي كيكتب لي اول ميساج فهمتي. هو انا كنحترم بزاف هاد الناس هادو، تيجي تكتب لي خويا قول لي شي حاجه نتصوفا بها فهمتي، خويا كتب لي خويا قول لي شي حاجه الله يحفظك نديرها نصوفي بها فهمتي. انا كنقدر هذا سميتو كنقدر هاد الميساج هذا، وما نكرهش نعاونك فهمتي، ما نكرهش نعاونك باحسن حاجه نقدر ندير فهمتي. ما قول لي شي حاجه تصوفا بها فهمتي. الا كنتي علاش نقول ديما الا كنتي زعما شي حاجه ايرجون خصك الفلوس، ايرجون خصك الفلوس ماشي هي الانترنت فهمتي. على حقاش الانترنت از فاكين سلو، وماشي هي تكون اونتربرونور، ما عمر كانت تولي اونتربرونور هي باش دير الفلوس، لان شي وحدين نروجوا ديك الفاكين اونتربرونوريا انها واحد القضيه زوينه غادي تطريح وتخدم. لا عرفتي لونتربرونوريا شي اخوان عاوتاني كيحتجوا تيقول لك لا تحاولوا يوريو لنا داكشي صعيب. انا ما عمري حاولت نوريك داكشي صعيب، ما عمري حاولت نوريك تولي اونتربرونور شي حاجه ساهله، ولكن الحقيقه هي ان داكشي صعيب وماشي ديال اي واحد. وماشي انا ما تتجاش فيه قول لك سيمو لايف تيقول نهضره خاوي. ننصحك بالناس اللي احسن مني، كاين واحد السيد امريكاني عنده شركه ديال لاسيورونس سميتو بيت باتريك دافيد، هذا امريكاني تنصح كلشي يمشي يتابعو فهمتي. سيد زويول انا ما تنصحش بشي واحد اي واحد، الا ما عاد الا كان شي واحد نقيقي بالجيش شي واحد اللي انا بعدا فادني غتمشي تبع بيت باتريك دافيد. شوف اخر تصور ديالو في الانستغرام، اجي يقول لك قبل ما تبدا البيزنس كتكون داير بحال هكا، وبعد ما تبدا البيزنس وراك واحد الراجل شاب ونادولي دوك التجاعيد في وجهك. هذه الصراحه ديال الفاكين بيزنس، ماشي 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 ساهل، ماشي ساهل، ماشي ديك الحياه الزوينه اللي كتشوف فهمتي. يقدر فهمتي دابا حاليا شحال من واحد تيشوف اوكي انا مسافر دابا جاي من نهار واحد حتى لنهار اليوم، من نهار سبعه عاد ولا شي درجه، من نهار واحد جيت على قلب الاربعه في ليت ساميت، واحد جوج ثلاثه اربعه مشيت لميريكان دوزت تما ليله تاع اربعه خمسه سته رجعت في الطياره سبعه كنت في المغرب، من سبعه اليوم دوزت كامله تفاطح ومساريه. ولكن شحال من اخ ما شافش ايامات التماره، ما شافش ايامات 14 16 ساعه الخدمه، ما شافش ايامات التقهقير. المهم ماشي ايزي، وما انا الاخ اللي نقدر ننصح به فهمتي الاخوان اللي كيقلب على 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 انا بغى يدير فلوس سير قلب على شي وظيفه فهمتي. انا خويا راني كنعاني، قول لي شي طريقه نعتق بها
ما كرهتش مي كنفكر الادسنس ثقيل سلا والبديات ديالو مريضه وانت ما عندكش راس المال لان انت حطيتي في واحد السيتوياسيون اللي في شكل فهمتي ما نعتق بها يعني انت كتموت اصلا يعني انت في واحد السيتوياسيون خايبه خو اسم الله يحفظك كلنا شي لعيبه علاش ما تقولوش لنا باش نعتقوا ماشي ما نقولكش باش تعتق عطينا كلشي ولكن راه ماشي باش تعتق داكشي ما مديوش باش تعتق ما عمر لونتربرونيا كانت باش تعتق ما عمر المقاوله كانت باش تعتق من الموت ما عمرها كانت بحال هكا فهمتي كانت هو كتوفر لونتربرونيا كتشوف بعدا واحد الاحتياج عند عباد الله هذيك بعدا تشوف خاصك تكون كتشوف ما كتكونش مزير لان ملي كتكون مزير وعندك شي ضغوط ما كتبقاش كتشوف هي كتريح كتشوف شنو شي خصائص عند عباد الله وكتمشي توفر داك الخصائص بسهوله كاين شي برودوي ناقص كاين شي سيرفيس ناقص اجي نوفروا هادو غادي ناخذ لهم فلوسهم بسهوله فهمتي بلا ما نجامك بلا هي بحال هكا هي بد السهوله هادي ولكن ملي كتجي تطبقها في ارض الواقع او ماي جاد على فرع كيدير وبالتالي كننصحك فهمتي تمشي تقلب على وظيفه فهمتي تمشي تقلب على وظيفه كما انا البدايه ديال حياتي راه فهمتي كنت كنبريكولي كنت كندير الادسنس ثقيل في البدايه ديال الادسنس شحال كنت كنصور كاع 600 درهم ماشي 600 دولار هاي 600 درهم على شهر اخر 700 درهم عاد جماعة عاد يصيفطوها لينا عاد كذا عاد فهمتي وكنت خدام مع لاجونس كومونيكاسيون كنقاد ليها لي سيت المهم تما هذوك فريمون اللي كنت كنجمع منه فريمون راس المال كنت كنجمع منه راس المال اللي كنت كنستعمله سواء في الحياه ديالي اليوميه سواء في شحال من حاجه سواء المهم باقي عقل واحد الوقيته كاع ما عرفتش 2008 9 المهم الفلوس اللي كنت جامع هما اللي نفعوا بزاف فهمتي نفعوا بزاف كنت انفيستيتهم في واحد الكامبين ديال واحد لونتي فيروس ديال باندا شركه سميتها باندا وكان كانت المهم كانت ديك كانت واحد القفزه احسن حاجه نقول لك خويا باغي نعتق بليز والله ما كرهت نعاونك ولكن شتي الا قال لك شي واش ما ضفكر انه قادر يعاونك مخبين عليك السر مخبين عليك شي حاجه دير فلوس اليوم ولا ديرهم بالسربه لا راه بغيتي كذب عليك هاد المضفكر هادي الا ما كانش عندك واحد راس المال ما غاديش دير شي حاجه وباش دير داك راس المال وباش تعتق خلينا فيك تعتق اخويا السي ما قلناش حاجه نتصوفوا باخويا السي ما قلناش حاجه نتعتقوا باخويا السي علاش ما تقولوش لنا شي لعيبه ندبروا بها على راسنا هذيك الحاجه اللي هذيك الحاجه راه ما كايناش وكون كانت انا ما بغيتش نخبي فيها ولا كان هاد المضفكر هذا اللي غادي يقدر يعاونكم انا مستعد نخلصوا 10000 100000 ويت 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 غنديروا هاد القضيه هادي انا بالعكس غادي يصوفي لي واحد الامه البشر انا مستعد نعطي 100000 لخونا هذا اللي يصنع على هذا الحل هذا العباد الله تجي خويا السيمو قول لنا شي حاجه بغينا نتصوفوها بالزربه بليز صوفي لي هاد عباد الله هادو قال لي اليوم هاد السوليسيون باش تصوفوا بالزربه قول لقى لي لقى لينا لقى لنا نعطيك 100000 دولار 100 مليون انا نعطيها لي انا نعطيك 100 مليون عتقلنا هاد الناس هاد خويا انا ما كاينش فهمتي ما عمر كانت لونتربرونيا بهاد الشيء بهاد السهوله هادي ديال فهمتي تندوا في واحد الموضوع اللي هو لونتربرونيا تبي ان اونتربرونور او دير الفلوس تعاون الناس فهمتي تعاون دير الفلوس هو الاول تحسن الوضعيه ديال حياتك تحسن الوضعيه ديال الناس اللي دايرين ليك تحسن الوضعيه ديال المجتمع ما راه ما كاينش بديك بغيت تصوفي اخويا خصك شي وظيفه بالرجوله هادشي اللي خصك شي وظيفه خصك شي لا اخويا السيمون وظيفه كيضربوا علينا تماره وكيحرطوا علينا وكذا اخويا علاش شوف في البدايه ديال الحياه ديما كاينه تماره في البدايه ديال الحياه ديما كاينه تماره وكاين التقاقير المهم طوال هذا الموضوع هذا داكشي اللي بغيت نقوله راني قلته ولا طلع لنا هذا الاخ هذا اللي والله كنتمنى فهمتي اي اخ قال لك عنده شي فاكين سولوشن اللي اعتقلنا بها الناس بالزربه يصوفيو انا كاين تسالني 100000 دولار جبتها قدام ما نحتاجش انا نجيب لهم الناس نجيب لي 10 ها هما 10 هادو غنخليهم لك اليوم نرجع نسقسي فيهم بعد سيمانه تصوفاو مبروك عليك هاك شيك مليون ديال الدرهم مبروك عليك وتستاهل ولا كاين هاد ولا كان هاد المضفكر هذا اللي بغى يخرج ويقول لي راه تيتهرب ما بغاش يدير فيديو هكا سيمو لايف تيتهرب مني انا عندي سوليسيون اللي غادي تصوفوا بها عباد الله وكذا كذا ما كايناش ولا كانت فهمتي بالعكس حنا ما كرهتش ما
مكرهش على حقاش فهمتي احسن نعيش مع واحد المجتمع مصوفي وواحد الناس مصوفيين. هادشي علاش كنقلب والحمد لله حاليا راه بزاف ديال الدراري دارين بيان مصوفيين راسهم مصوفيين عائلاتهم مصوفيين كذا وهادو هما الناس اللي كيعجبني نعيش معاهم على حقاش. شحال من واحد يقول انت خاي سيمو اناني كطريح مع الناس الناجحه ما كطريحش مع الناس اللي ما ناجحاش انت اناني. انا نقول لك انا مش ناجح ما عمر كان عندي هو الفلوس ما كنريحش مع الناس ناجحين ولكن كنتفادى الريح مع اي واحد كما انت كنصحك تفادى مع الطريح مع اي واحد فهمتي. هادي خاص تفادى انت فهمتي ما عمر تبقى طريح مع من ما والا لحقاش لا ريحتي مع من ما والا اجي تكملها في تي فهمتي. ما باغيش نقول لك كلمه المهم شويه موسخه هادي تكمل في واحد البلاصه موسخه على حقاش هادشي اجي لك تجيب الطريحه مع من ما والا ماشي تريح مع من مواله حتى انا ما كنريحش مع من مواله لان بعض المرات الطريح ماشي مضافك رير ماشي تتريح تشوفني في الشارع كيزي يسلم عليا خويا سيمو صافا بخير كدا انا كنسول عادي كي داير اخويا انت بخير خويا حنا كنعتاو الوقت ما قتو ولا ينعلبوا البلاد صافي ما تجيش تسلم عليا احسن لك كاع ما احسن ليا وحسن ليك فهمتي. كنقول ليه المهم اخاي الواحد غير عاش صاحبي عندك ما دير في هاد البلاد اخاي سيمو انت راك ما حش بالوقت صاحبي راه البلاد فيها الحقاد وفيها المكاري وفيها صاد. انا ما ضربش ما ضرنش بيا هاد الناس هادو منين طلعتي ليا انت يا صاحبي تنقول له صافي اخويا ما يكون باس طلع ليا في راسك وكتا وسمي خويا سيمو باقي شي ساعتين صاحبي ساعتين انا راه ما جلستش مع راسي انا ما ريحتش 3 ايام نهار جيت ما نعسش في نفس الناموسيه 3 ايام من نهار جيت وانا كنجري فهمتي. عائلتي الوالده ما ريحش معها ساعتين الوالده كنريح معها ساعه ونمشي كنجري عاوتاني وسميتو عطيني ساعتين من وقتك انا نعطيك نهار ولكن ضد فاكين شيت بهاد اللغه باش كتدوي راه ما كتوصلش وما كتعطيش شي حاجه. والمنتور ديالي كان قال لي واحد النهار قلت ليه قلت لي علاش شي ناس كنقول لهم شي هضره كيديروها وشي ناس كنقول لهم شي هضره ما كيديروهاش هادشي بالخلاصه كنسربي الهضره ديالي. قال لي اسمع السيمو واخا تشد شي واحد تبقى تنبح معاه حياتك كامله الا ما كانش هادشي تفرو ما هادشي تفرو. قلت ليه لا دابا انت اللي دماغ وعقل قول لي الاسباب علاش ما هادشي تفرو. قال لي لان ثلاثه ديال الحوايج واخا صعيب نتفكرهم بثلاثه غادي نحاول نتفكرهم دابا بثلاثه. قال لي ثلاثه ديال الحوايج اللي كتلعب في الحياه ديال المرء باش يدير شي حاجه باش ياخذ الاكشن. قال لي هو المشاعر ديالو من الاولي ما يمكنش شي شخص حاقد ولاع وكاره يدير شي حاجه في حياته خاصو يبدل المشاعر ديالو من الاولي. قال لي والثانيه هي الافكار ديالو لان واحد خونا تتبان ليه باللي الدوله كتشفر وما هادشي نوض الغد ليه يخدم واحد خونا كيبان ليه ان كاينين الجحيم ما هادشي نوض الغد ليه يخدم واحد خونا كيبان ليه ما كاين ما يدار ما هادشي نوض ليه يخدم. يعني الاولى انا كننسى الثانيه قلنا هي الافكار ديالو والاولى هي الفيلينغ ديالو الاحساس ديالو والاخرى طريقه الهضره ديالو طريقه ديال الهضره ديالو مع راسو لان قبل ما يدوي معايا انا كيدوي على فهمتي قبل ما يدوي معايا انا كيدوي هو مع راسو يعني كي كيدوي مع راسو. شوف هذا كي جا وقف عليا كيدوي اخو راه ما كاين ما يدار الوقت مقتوله السطر يعني انت كدوي مع راسك اكثر ما كدوي معايا انايا كدوز لان اكثر واحد تدوز الاكثر ديال النهار مع راسك كدوي مع راسك. انا دابا جاي صايب سورتو صايق ما عندك حتى حاجه ما تدير في الطريق كندوي مع راسي كنت كندوي مع راسي هو كيفاش نديفلوب التيم كيفاش نديرو كذا الدولاجين سكيليو. تلاقيت مع واحد السيد دابا في ستاسيون جا سلم عليا قال لي انا راني خدام كذا 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 في نيجيريا قلت له واه راه تما كاينه لوبورتونيتي قال لي كذا 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 خلي لك النيميرو ديالي صاد فهمتي. عاوتاني بقى الراس ديالي كيدور في افريقيا كنقول علاش انا مشينا للاسيا وجلسنا صاد كاين ما يدار في افريقيا كيفاش اشكنو كدوي مع راسك هذيك كيفاش كدوي حتى هي مهمه. اللي قال لي الثالثه هي كيفاش كدوي حتى تلقى تدوي مع تقول له صافا عاود حتى الوقت مقتولاش من صافا الله يهديك صاد ما غادي دير حتى شي حاجه في حياتك ومع كامل الاحترام ماشي انا اللي ما باغيش دير شي حاجه في حياتك انت اللي كتقتل في راسك. عليها كنقول ديما راه كاين واحد الفاكين عندك واحد الحرب مع هذا هو اللي كيقتلك وهذا هو اللي كيحييك وانت مضارب في حياتك مع هذا خصك تربحي هذا ربحتي هذا ربحتي كلش. ما جيتش تقول لي يا اخويا السيمو تنبغي نبدا وما كنقدرش نبدا هو المنتور ديالي ثلاثه ديال الحوايج ما يمكنش تبدا بلا بيهم واخا تبدا توقف الاحاسيس ديالك الافكار ديالك الطريقه باش كدوي خاصك تبدل هاد الهضره هادي فهمتي. وكان كاع ورانا واحد القضيه ديال كيفاش كيدوي الناس الفاشلين كيفاش كيدوي الناس الناجحين كتقول لي واحد جوج ثلاثه تيقول لك غنديرها الفاشلين
دابا نجربها. شيتي واحد تيقول لي مع احترامي بزاف الناس تيكون هذا هو الجواب ديالهم كتقول لي واحد جوج ثلاثه واخا ان شاء الله دابا نجربها. شي قال لي ان فوا يجاوبك شي واحد انه تبي يجربها حطيتيه في الكاتيجوري ديال الفاشلين دوز عرفتي. كنعطيني جوج ديال الجداول على الهضره ديال الناس الناجحين على الهضره ديال الناس الفاشلين. كنتي كتستعمل نص نص يعني راك واقف هنا وهنا كنتي كتستعمل هذه الهضره هذه. المهم فهمتي الناس وصلوا بعيد ولاو تعرفوا فهمتي من الهضره ديال الواحد تعرفوا فين يحطوه. المهم ما نطولش الهضره. تبارك الله عليكم الاخوان. واحد الاخ قال لي دويلنا على الايغو. خويا الايغو والغرور فهمتي ولعن الله والغرور فهمتي. الغرور شي حاجه خايبه واخا فهمتي تعيا من الطيار وكذا تيركبك مره الغرور. ومني فهمتي يعني راه انا تنقول واحد الشخص اللي داك السيلف اورنس طالع يعني فهمتي داك تحس براسك راك انت ماشي هو هذاك راه هو هذاك وكتراجع راسك. وبعض المره كيركبك الغرور فهمتي. بعض المره كيركبك الغرور والغرور شي حاجه خاي عاديه ولكن ما كتزيد ماشي عاديه يعني هادي تعيش بها وتفرح. لا ما تفرحش فهمتي لان الغرور الا ما يمكنش يزيد بك لقدام ممكن يرد بك الله وديك يوقف في بلاصتك راه يرد بك الله وفهمتي وراه البلاك فرايداي ركبني واحد الغرور خايب ونط مع الصباح وندمت عليه فهمتي. على حقيقه شي دراري صحابي حتى هما اللي تسمارت قالوا لي هي ذا ماذر فاكر اوكي هاف سام فاكين انيميز ولكن شنو درتي دابا هو فيقتيهم قلت لهم سيروا تخدموا خليه ديال مو مناسب. علاش فيقتيهم خلاو مناسب قلت له الصاد راه ما عرفتش دخلت مع الوحده في الليل شعلت البيسي ما كنتش كنتسنى التيم ديالي اصلا ما طليتش راك نتوما قلت لهم كنتو معايا ثلاث ايام كنجي كنبوانتي وكنمشي ما طليت مع التشوكيت فهمتي. ركبني واحد الغرور في النصاصات الليل صافي فهمتي ديك العاتشه اي فهمتي. ملي بقيت كنحسبها ماشي شوف الغرور ما عمره ما غادي دير منه شي حاجه زوينه زعما عادي كان خاصني نطول البيسي احسن ما يمكن نمشي ندير ونمشي الناس لان اوكي يو هاف سام فاكين انيميز في الحياه ديالك يو هاف سام فاكين هيترز علاش غادي تفيقهم الهيترز غانا هيت بالعكس الهيترز شي حاجه زوينه. الهيترز اصلا ما يديروا شي حاجه في حياتهم فهمتي. الهيترز ما يديروا حتى شي حاجه في حياتهم. الهيترز سواء قلتي كذا سواء قلتي كذا الهيترز ما تيديروش ماشي زعما يجي يشوفوك غادي تحركوا. الهيترز هو واحد السيزر حاقد خاصو يحقد هو زوين يكون في حياتك كيموتيفي. عندك شي وحدين في حياتك حتى هما كيموتيفيو هما سميهم اعداء سميهم منافسين سميهم فهمتي سميهم شي حاجه. المهم هذوك الانيميز كاينين وزويونين وكيموتيفيوك وكيخليوك تحرك. يقدر شي نهار انا ما نبغيش نوض نخدم نتفكر شي مضافكر من دوك المضافكرز اللي معاجي معاهم نوض نخدم فهمتي. يقدر يطيح ليا في راسي يقدر انا بعض المرات كنطيحو في راسي كنقول اه يا خليني نزيد ساعه النعاس فهمتي. كندوز شي واحد من راسي كندير ديك طران اجي نوض راه المضافكر فهمتي خاصني نكون احسن منه. شي حاجه زوينه فهمتي. دوك خوتنا كنا كنتش حاقد عليهم وحاقدين عليا ما نوضش فهمتي. ديك اللعبه ديال انا راني بخير ما خصنيش نكون بخير فهمتي. خاص شويه ديال تفكر شي خونا جوج ثلاثه يكون عندك فهمتي شي ثلاثه مزيانه كاع شي ثلاثه مزيانين تفكروا تنوض من الناس. انت عايش هاني ما عندك لا مشكل لا والو ما عندك حتى شي واحد حاقد عليك ما عندك حتى شي عدو فهمتي. دونك كتعيش بخير انت شخص مسالم زايد في الدنيا خويا. لا راه بلا تديفلوب حياتك هادشي كما قلت في واحد الستوري يو نيد سام فاكين هيترز ماشي معلموش لنا في المدرسه. ورجعوا الموضوع هو الايغو اخويا شي حاجه خايبه فهمتي. ما تجيش تستافد منه ما تجيش تجيب منه شي حاجه وزعما اي ام نوت براود بداكشي اللي درت نهار الجمعه. بالعكس تمني تكون رجعت لديك اللحظه غادي نعاود نمسح ديك السطوريه ما عندي ما ندير بها. لان اف يو هاف سام فاكين انيميز خليهم ناعسين. علاش كتفيقهم علاش كتقول لهم فهمتي يعني ترا بريسك ديك السطوريه حتى ولات تورات شويه ديال الليفل ديال بريسك فين واصل. علاش توريه خليه ناعس هو اصلا ناعس خليه ناعس بلاصته. علاش انت فهمتي علاش بحال قلتي يو جيف هيم سام فاكين موتيفيشن ينوض يخدم ويفكر عاوتاني اش يدير. بالعكس كانت الامور تمشي عادي تخلي بنادم ناعس وتخلي الامور ناعسه وهما ناعسين باخر فهمتي. اي لايك يو برو الله يحفظك اخويا. انتم راكم عزازين عليا بزاف فهمتي. هادشي الفاكين لايف ستوريز كذا تنديرو تقول وي شير سام فاكين اكسبيرينس فهمتي شي حاجه من الحياه ديالي شي حاجه من سميتو كتنفع عباد الله بزاف ديال الناس. كما قلت ما كايناش ديك اللعبه ديال بالسربه لونتربرونور غير ما تسميهاش خدمه في الانترنت. خدمه في الانترنت وعرف فاكين اونتربرونور فهمتي وتتمانج واحد الفاكين ريسك كبير فهمتي. واحد الريسك عليك كبير واحد الريسك كبير فهمتي لان التعجم مضمون
بحال بحال مول 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 الباتيسري بحال مول السناك بحال مول القهوة بحال هادو كاملين كيماناجيو واحد الريسك كبير. تتبغي تحط في داكشي مشروع كتماناجي واحد الريسك كبير, حتى الخدمة في الانترنت كتماناجي واحد الريسك كبير, وكملنا كنماناجي واحد الريسك كبير. وداك الريسك كبير وكما كندوي البارح تنقول مور ريسك مور بروفيت, فهمتي؟ يعني هذاك خونا اللي شد الوظيفة ما عندوش واحد الريسك كبير, ما عندوش واحد البروفيت كبير. The more the risk is bigger, فهمتي؟ The profits كي كبير. صافي بكل بساطة. تبارك الله عليكم. شي عاوتاني واحد القضية تاهي زوينة. شي اخوان في نفس القضية. اخويا سيمو راه ملي كنتي في العرب افيليت ساميت دويتي على واحد النيفو كبير ديال كيفاش دير التيم وكيفاش دير رسميتو, وما دويتيش على داكشي البسيط باش نعتقو. خويا راه ما تندوش حنا على نعتقو, راه تعتق راه هي تمشي تخدم في شي وظيفة اللي غادي تفيدك, فهمتي؟ على حقيقه كنعرف شحال من واحد كنخدم في شي وظيفه, واحد كنخدم سوشيال ميديا مانجر ديال واحد الراديو, ولا دابا عنده سيرجيكا ديال السوشيال ميديا مانجمنت واول كليون ديالو هو ديك لا راديو. كنعرف واحد كنخدم سوشيال ميديا مانجر في واحد جريده, من بعد ولا داير سوشيال ميديا مانجر ديال بزاف الجرائد في المغرب. كنعرف واحد وماشي ودار شركه ديال الديفلوبمون ديال ولا واخد بزاف لي بروجي. كنعرف واحد بدا عادير كوبي رايتر, فهمتي؟ كيكتب في بعض الجرائد المغربيه. راه دابا كوبي رايتر ديال شي اشهارات كبار, ولا دار شركه ديال الاشهار. يعني فهمتي؟ ما تقولش ليا صاد وظيفه, شوف شي وظيفه اللي تتعلم منها شي سكيل. ما كنقولش لك انا سير المقاطعات غاليزي, ما كنقولش لك سير البنكه فهمتي تدير شي بروسيس اللي كيدار يوميا. رغم واحد المثال اللي كيعجبني, واحد الدري صاحبي اللي كان خدام في بنك ودفع الاستقاله ديالو مشى دار شي حاجه ديالو, وقلت له واحد النهار زعما انت متاكد من هذا القرار؟ قال لي شوف باقي عقلي لا قدرت نقول المثال هو هذاك لا بونك شي نيكول سول لي كونكيريس. المهم شي حاجه بحال هكا. المهم البنكة هي مدرسة والأغبياء هما اللي كيبقاو فيها, فهمتي؟ يعني تيقول لي ديما راه البنكة استفدت منها بزاف وكذا كذا كذا, وشحال من نقاش تنقول لي فين عرفت شي هادشي, كيقول لي واش انت نسيتي انا راه كنت فهمتي كنخدم شاف داجوز طب يعني فهمتي. ما تقولش لي ما تقولش لي شوف ما تفكرش بديك العقليه ديال البريكولور, لان بزاف ديال الدراري مساكين مظلومين تيبقاو فيا فهمتي عندو ديك العقليه ديال البريكولور. تيلا صاد كل شيء بريكول نضربو اليوم, فهمتي؟ بحال دوك العقليه ديال دوك الناس اللي كيوقفوا في الموقف مع كل الاحترام ليهم, واللي فهمتي يقدروا يكونوا منهم شي واحد من عائلتنا. يعني عادي, يعني ما تبقاش يعني ماشي تنقولها لك تنقول لك ما تكونش بحالو. بحال يقدر يكون الوالد ديالك زبال مع كل الاحترام ديال الناس اللي كيجمعوا الزبل, ولكن ما يبغيكش تكون زبال, فهمتي؟ غادي يكون هو زبال ولكن ما يبغيش يكون زبال. كما حنايا كما انا فهمتي دابا يقدر نكون واحد الفاكين اونتربرونور من واحد الليفل اللي باغيك تكون انت من واحد الليفل احسن مني, ماشي مع شحال من واحد فهمتي الدوي يقول لك خونا هذاك دا. شوف كل واحد تيحاول الجينيراسيون اللي بعد منه تكون احسن منه, وديك العقليه تاع المدافاكرز ديال لا ما بغيتهمش يكونوا احسن مني, هذيك العقليه ديال المدافاكرز اللي باقي فيهم الشوع نسبيا, فهمتي؟ لحقيت الشوع فيه وفيه. لحقيت دابا الهضره في المغرب كلمه كتعمم بزاف المصطلحات. لحقيت الشوع شي حاجه زوينه عاوتاني. كاين 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 الشوع هنايا, كاين واحد الشوع هنايا. داك الشوع هنايا في العقل ما عندك ما دير به, كاين الشوع هنايا غير السطر شان صاحبي. راه كنحس فهمتي ما باغيش نخلي حتى درهم من ورايا, فهمتي؟ تيبان لي الدرهم في بلاصه ما كنكرهش نمشي فهمتي يعني اللي وصلاتو يدي انا ما نخليهش فوق الطبله, فهمتي؟ الشوع هنا مزيان انت عرفت راه صاحبي كلمه الشوع هي كنذكرها فهمتي ديك الشوعه صاحبي عرفتي ملي كتشبع فهمتي تمشي تنعاس وكيجيو بحالك يجمعوا لك يديروا لك ميساس صاد ما خصكش تشبع, ولكن داك الشوع هنايا ما عندك ما دير به, فهمتي؟ طلعوا لي فراسكم الخوت بالتوفيق, مشي نشد الطريق ما حدش مشى طالعاش مشى زويونه. يلا طلعت باي دوي باش شو البديت ديال اللايف كانت عاوتاني غبراش عاوتاني رجعات. طلعوا لي فراسكم بالتوفيق ليكم. القضيه اللي ما ساليتهاش هي التيم. الا كدويتي في واحد الموضوع كبير في الاربع في اليد صامي التيم ما دويتيش في شي حاجه صغيره. كما قلت راه ماشي شي حاجه قلت سمك كاين شي حاجه باش زعما تعتق لونتربرونير ما درتش باش تعتق
درت سيرتش مع واحد راس المال وجي فكر بيا ديك الفكر دير بيا ديك الفكره اللي كتامن بها. بل كنت تعلمت الادسنس من شي واحد سوا 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 تعلمتي من حسام الصاوي ولا من شي دوره في يوديمي. كننصح بدوك الطورات ديال يوديمي بزاف وحاليا مابقاش المعلومه فهمتي مابقاش المعلومه مخبيه. تكنيك ذا فاكين تكنيكس كلشي من بارطاج فهمتي يعني كلشي محطوط كاين كان 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 فهمتي كلشي كلشي مبارطاجي ادسنس مبارطاجي كلشي مبارطاجي. تلقى تقول لك راه ما تيخبوا علينا التكنيكس فاكين تكنيكس ما بقاش نلعبوا الماتش على التكنيك كلشي كاين كلشي كاين. باغي ادسنس سير اليوتيوب مكتب ادسنس باغي تيخبوا علينا الصاد ما مساليينش يجلسوا معاك يوريوك فهمتي يجلسوا يشرحوا لك شي حاجه اللي هي مشروحه مليون مره. وانا بعدا هذا اللي تيبان لك يشرح شي حاجه اللي مشروحه مليون مره تيبان لي اي غبي فهمتي شي واحد اللي بحال اللي قلتي كاينه كاينه وجاي السلام عليكم اخواتي في الله اليوم ساشرح لكم شوبيفاي. ما دفكر شوبيفاي مشروح مليون مره صاحبي شوبيفاي مشروح فهمتي الا بغى شي واحد راه لا بغى شي واحد راه بغى. وبالعكس فهمتي خونا بلال دارها وكنا كنقول ليه دير اخاي بلال بالدارجه شي حاجه زوينه سر الله فهمتي شي حاجه زوينه. ولكن زعما راه الا بغيتي راك بغيتي ما تحتاجش تكون بالدارجه ما تحتاجها تكون فهمتي راه شنو باغي ادسنس كاين بغيت تعلم كليك بانك كاين بغيت تعلم لافيليت كاين بغيت تعلم المايلين كاين غتمشي اليوديمي تكتب داكشي اللي كتقلب عليه. واش انت غادي تستمر؟ اسمح لي نقول لك بلي 99% ديال الناس ما غاديش يستمر. هادي طبيعه عاديه 1% ديال الناس هو اللي كينجح 3% ديال الناس كيقول لك كينجح ولكن 1% ديال الناس هو اللي كيتميز فهمتي يعني نتمنى تكون انت هو داك الواحد في المية. انت تشوف فيها دابا كنقول لك نتمنى تكون انت هو داك الواحد في المية وفغيمون في تيك تكون انت واحد في المية. الديسيجن ديالك والقرارات ديالك هما اللي تيحددوش تكون واحد في المية ولا تكون من ديك 97% ديك 3% كامله زوينه يعني 3% كينجحوا ولكن 1% هما اللي كيتميزوا. انا ما باغيش تنجح باغيك تميز فهمتي ديك الشديد باغيك فغيمون تكون شديد ديال بصح ترى لا 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 واحد خونا كتب لك داك خونا كنبغيو نتابعو فيه العياق شتي دابا هادشي شوف 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 هادشي باقي كندوي عليه هذا الجوع هذا كيتسمى الجوع الفكري. شوف ما عندك باقي كتناقش معايا الشخص الا وانت في اسفل سافلين في الدرك الاسفل من الحياه فهمتي على حقيتاش على حقيتاش بغيتي توصل في حياتك ما تبقاش كيهمك الاشخاص. انا يطريح مع شي واحد يقول لي هذاك الوزير هذا ما دفكر اخر مره غادي نجلس معاه هذاك خونا تنعرفو هذاك خونا هاد خونا هذا اللي كيدوي لي على داك خونا هاد خونا هذا حرتوكه ماش نجلس معاه هاد خونا هذاك خونا صاحبي تيقولوا عليه ط ط ط ط هاد خونا هذا اللي كيقول لي على هاد خونا هذا خونا حرتوكه. لان ملي توصل واحد النيفو غادي تولي تناقش الافكار ما كتناقش الاشخاص فهمتي. الا بغيتي تمشي في حياتك بعيد ها هو قال لك هاد خونا نبغيو نسمعوا ليه ولكن ما تيعجبناش فيه العياق جبتها في راسك الصاط ما هو عايش حياته وبلاك الايغو عافط عليك يلا فهمتي يعني سوا بغيتي تفرج فيه سوا ماشي هي دونت كيف فاك ماشي زعما تجي تشري منه راه ما تيشريش منه اي فيديو ملاحو في اليوتيوب تفرجتي فيه ما تفرجتيش فيه بالنسبه له بحال انت اللي مضرور في حياتك انت اللي ما دير حتى شي حاجه في حياتك هو دير شي حاجه في حياته. الصاد ما تبقاش تشاف الاشخاص هاد خونا هذا فيه العياق هاد خونا هذا مريض هاد خونا هذا تصور علينا هاد خونا هذا غنقول لك واحد القضيه انت الصاد اللي كتضيع حياتك ما تجي نقول لك لا مريض لا والو انت الصاد اللي كتضيع حياتك وخوتنا واصلين خوتنا عايشين وهاد المدافكرز كاملين تيبقاو شي اي واحد تلقى تيناقش شي خونا ولا اختنا في الدرك الاسفل من الحياه صافي كتعرفوا فهمتي ما عندك ما دير معاه غير خليه فهمتي. الناس دابا حاليا تيناقشوا الافكار اجي الصاد قول لي كيفاش نزيدوا السيلز اجي الصاد كيفاش نديروا هادشي واش كاين شي عندنا في المايلينغ واحد الكونفرشن ديال 8% واش كاين كيفاش نزيدوه عندنا كذا 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 اشنو درتي في بلاك فرايداي اشنو درنا في السايبر مانداي واليوم عاوتاني نشوف شنو شنو فهمتي شنو طرا شنو درنا كذا شحال الكونفرشن عندك في ستور كيفاش ممكن نحسن الكونفرشن في ستور كيفاش ممكن نجدو شي كريديت لاين كيفاش ممكن نجدو شي كريديت من شي بانك نسكيلو بها الادز كيفاش ممكن نحصلو على دي كريديت كارد كيفاش هادشي اللي كيناقشو عباد الله كيفاش ممكن ندبر في دي كونت ديال ممكن ندبر في دي كريديت كارد اللي نحل بهم لي كونت تاع الريسكين ويكون عندي بزاف ديال لي كونت الريسكين كيفاش بقيت تطرح هاد الاسئله تلقى الجواب ديالو
ماشي قص هادو هما الافكار، هادو هما الافكار فهمتي، هادو هما الافكار اللي تتقلب عليهم انت طالق الرادار كتقلب عليهم. انت شنو كتضيع داك الشيء ديالك كتضيع وكتناقش صم الشيء اللي ما يجيش بك التقييم. هذاك خونا فيه العياق، هذاك خونا دير والو في حياته فيه العياق، هذاك خونا مريض، هذاك خونا بعدك ختنا. صاحبي صاحبي راه كتضيع وقتك، صاحبي راه غادي تدوز الحياه فهمتي غادي يضحكوا عليك الشمايت. دابا دابا انت دابا اسمح لي الناس هادو فهمتي هما الشمايت كيضحكوا على كيضحكوا على دوك الاخرين. قدر تكون كتضحك حاليا ولكن السطر المشكله هي ان السن كيدوز والعمر تيدوز، لان قدر تكون دابا في عمرك 20 عام اتس اوكي غادي تضحك وغادي تطلعها وغادي تكون كتضرب منانات تضرب كومونتيرات في الانترنت ملي كنت صغير وديك هاي ويا فان اجي نطلعوها على هاد خونا، اجي نطلعوها على هاد ختنا، هادي اجي نديروا لهاد خونا، اجي نديروا لهاد ختنا. فنجو كنت كنضيع وقتي في منتدى برامجنيش وكنتسابو بيان سور. ديك الساعه كنا انا وياسين مصوات يا من زمان كنا كنتسابو انا وياسين مصوات في برامجنيش، وكان واحد الدري معز حتى هويا، وكنا ديك الزمان في برامجنيش وكنا منوضينها وكنا براش. ولكن المشكله هي جمعنا راسنا، كل ما جمعناش راسنا وبقينا في ديك اي كنا دابا حنا فهمتي تلقانا شمكار دبيست فهمتي اللي ممكن نكون هو تلقانا شي 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 شربات الشمكار. ولكن الدراري اللي جمعوا راسهم قضوا غرض انا تايسم صوات هاد معز تبسته ديال الدراري من برامجنيش جمعوا راسهم والصم فاكين فهمتي بلا ما نقول سميتو ما داروا والو في حياته لانهم بقاو مقابلين الهضره خاويه. ونقول لك الصاط واحد الحاجه مهمه حتى هي، كنت كنتسائل ديما، كنت ديما كنشوف شي ناس الفوق وكنت كنشوف بزاف ديال الناس كيكريتيكيو وبزاف ديال الناس فهمتي تتلقى مثلا بلا ما نبقى نذكر رسمياتهم فهمتي تجدهم تيمرمدوا بهم الارض مثلا فهمتي يقدروا يمنعوا عليه يجي الماتش، يقدروا يديروا ليه بزاف الروينه، يقدروا يزفوا عليه بحجره جي في الشبهه. وهذاك خونا تيبان لك غدا مكمل وحياته عاديه ومكمل وبالعكس كيبان لك كيافونسي في حياته. وكنت كنقول واه واش هاد خوتنا هادو ما كيحسوش، واش هاد خوتنا هادو ما كيعياوش، واش هاد كان هذا هو السؤال اللي كيطرح عندي ديما. ولكن انا نقول لك الصاد ملي كتوصل واحد الدرجه في حياتك يو دونت كيف ا فاك فريمون يو دونت كيف ا فاك من الاخر فهمتي كتولي يو دونت كيف ا فاك. علاش انت ما تمشيش تخدم صاحبي ودير شي حاجه زوينه في حياتك وانت جالس كتضرب في واحد اللي ما هي دونت كيف ا فاك فهمتي. بزاف ديال الناس اجي نطلعوا على هاد السياسي هذا اجي السطر ما فهمتي حياتك صاحبي مهمه على تمشي تضيع وقتك مع شي واحد صاحبي. اجي نطلعوا على هاد خونا، اجي هاد خونا هذا عنده شانيل اليوتيوب نطلعوا عليه، اجي هاد ختنا هادي راه بوستات الفيديو ديال 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 الطلاق اجي نطلعوا عليها. صاد بلاكس سيده كتناقش الافكار، سيده كتناقش الافكار، كتناقش القضيه ديال الطلاق ديالها ومسببات الطلاق وتفرج في الفيديو وعجبني والفيديو غادي ينفع بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس اللي باقي ما تزوجوش ممكن ينفعهم الفيديو. وانت صات خليتي واحد 90 فكره ناقشاتها، خليتي واحد 90 فكره ناقشاتها. وشنو جلستي شو هاد ختنا هادي طط 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 صات تضيع وقتك اصاحبي، كتضيع وقتك اصاحبي. العالم ما عرفتش فين غادي يوصل. وكما قلت دابا في 20 عام 22 عام 24 عام غادي تكون القضيه زوينه فهمتي، القضيه زوينه ديال يو هاف فان. ولكن الصاط غادي تجيك واحد البكيه في 30 عام، تجيك واحد البكيه خايب فهمتي، غادي تندم على كاع داك الوقت اللي ضيعتي. تنتمنى تكون هاد الهضره غادي وصلاتك وتمشي تقضي بها غرض. شكون هي؟ ماشي مشكل نقول شكون هي. فيديو زوين درت واحد جوج فيديوهات زوينين سميتها ساره جو، ساره جو درت واحد جوج فيديوهات زوينين على الطلاق ديالها كيفاش كان شنو سبيبة الطلاق الا بغيتي تزوج شنو خاص فهمتي تعرف الشخص قبل ما تزوج. المهم شوف ناقشت بزاف ديال الافكار، ناقشت بزاف ديال الافكار اللي هما زوينين فهمتي. نتمنى اي واحد يشوفهم فهمتي ولد ولا بنت غادي ينفعوه فهمتي. الا فكرتي في الزواج في المستقبل شويه من داك ماشي هذاك ما شاركتش كلشي، ماشي ما شاركتش زعما كاع داكشي اللي خصك قبل ما تزوج، وانما شاركت الاكسبيرينس ديالها. المهم السيده كتناقش افكار شي حاجه زوينه، تفرج في الفيديو الاول والثاني شي حاجه زوينه شي حاجه في شكل واحد السيد كتب السيده كاينه اللهم بارك. المهم كون جيت نناقش مثلا معاها ولا نكريتيك اجي نكريتيك شي فكره في داك الفيديو نقول لها انا ضد هذيك الفكره اللي قالت في الدقيقه كذا كذا كذا، من الاحسن راه ممكن يكون كذا كذا كذا. المضافكرز العقليه ديالو احيد هادشي كامل ملكايه انت دايره الماكياج هاد المضافكره صاحبي
ولكن كمل اخويا شوف اللي تيبان لك هكا مينستر كمل. تنخاف عليك يكون في عمرك دابا 20 22 25 26 28 كاين اللي بعض اللي كتبقى معاه المراهقه حتى 38 غتبقى فيك المراهقه ديالك حتى 38 وفي الاخر فهمتي في الاخر نخاف تكون واقف شي ضو احمر تقول شي واحد شي صدقه الله يحفظك فهمتي راه خايبه بالشيط في 40 فهمتي الحقيقه الوقت كدور اللي خدمه دي تجازه اللي ما خدمش اللي ما خدمش لا كريز دو لا 30 ما عرفتش اخويا اش كاينه شي كريز دو 30 ولكن فهمتي انا انا كنحسها فهمتي ملي كملت 30 ما درت لعيد ميلاد لا والو باي دوي سديت عليا فواحد الروم فواحد لوطيل وريحت مع راسي ملي نطلع يوم يتصلوا بيا فهمتي ما بغيتش نجاوب على التليفون سديت على راسي كملت 30 فهمتي كنفكر في حياتي كامله شنو درت الغد لي نط عاجي فهمتي فرحان كدا قلت راه دون توليكا الحمد لله درت شي حاجه كان ممكن ندير اكثر كان ممكن نوصل اكثر درت بزاف الاخطاء درت بزاف ديال الحوايج ولكن خليني نركز على داكشي الزويون ولكن تصور صاحبي ما تكون درتي والو فهمتي تسد على راسك صاحبي وكاين اللي ماشي تسوق كاين اللي حتى 40 عام فهمتي كاين حتى اللي حتى 40 عام او 40 عام اخونا راه جيت بكي واحد البكيه هادشي لا 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 ما عرفش الحياه ما عرفناش واش كامله ديال 40 عام ولا نصلاش حتى واحد ما ضامن حتى ثاني يقدر تكون كدير هاد اللايف هذا حتى تموت تقدر تحرق الطوموبيله تموت تقدر حتى واحد ما ضامن علاش قلت حنا راهي لاعبين الصاد حنا راهي لاعبين هاد الدنيا هادي راه حتى واحد ما ضامن شي حاجه حنا غير لاعبين حنا غير لاعبين وشي ناس خايضينها بجديه انا عندي الفلوس الصاد انت مسلف الفلوس الصاد انا مسلف الفلوس على حقيتاش انت انت مسلف الحياه ديالك وتي تقول راك انت عندك الفلوس ما عندك حتى شي حاجه انا شريت الارض شريتيها مزيان ولكن راه تسلفتي الارض سلفتيها في ديك المده ديال الحياه ديالك حتى تموت صافي هادشي اللي كاين حنا كنتسلفو مسلف ديك الطوموبيله اللي لهيها ضرب بها الطريق طريقه مسلف هاد الجاكيطه هادي مسلف هادي ما عاد تشريش الصاد كون كانت تشري يعني هادي تتجامعك الا مشيتي ما كاينش تشري حنا الصاد لاعبين وملي مشيتي وصلتي لهاد النيفو هذا ديال تولي تحس بالاكثريه ديال الوقت ديالك راك انت لاعب فهمتي غادي تمشي غادي تمشي تمشي بعيد على حقاش فهمتي بزاف ديال الناس تيبقى مع هاد الدنيا هادي كيضرب معاه على اساس انه راه ما عرفش الا عطيتك لعبه لعبتيها على اساس انك لعبه غادي دير مزيان ولكن الا قلت لك راه فهمتي غادي تعاقب وراه غادي يطراو لك مشاكل وراه كدا وخديتيها سيريو ما غاديش تلعب مزيان الا قلت لك شوف غادي تدور مع الدور غادي يقتلوك كتكتكتا وبقيتي كتلعب ديك اللعبه تبقى شاد المانيطه وانت منون نقول لك شوف الا متي ساليتي الا فشلتي مره وحده في حياتك ساليتي صافي فشلتي في ولكن انت عايز تلعب فشال وعاود فشال وعاود فشال ليتس بلاي ليتس هاف فان الحياه زوينه خسرتي مزيان ربحتي مزيان بحال في اللعبه كتخسر كتعاود حتى في الواقع خسر وعاود كاملين حنايا مدوزين من هنايا الديمو هذا ما عرفناش متى بدا ومتى دي سالي ومشات يسالي كاع كله حتى واحد ما عارف امتى هادشي انت الصاط اللي تصفان دير اللي عليك عبد الله شاط بخير ميخصك حتى خير كون مع الناس مزيان كون مع العائله ديالك مزيان كون مع الوالده ديالك مزيان كون مع الوالد ديالك مزيان كون مع الناس اللي كتلاقى معاهم مزيان واحد النهار فهمتي واحد النهار صاي داك الديمو ديال سالي غادي تقلب داك السين حتى في الراس ديالك باللور غادي تشوف الحياه ديالك كامله وانت تتمنى تشوف شي حياه زوينه ما تشوفش شي حياه خايبه تبارك الله عليكم الاخوان طلعوا لي في راسكم نمشيو نشدو الطريق داو معنا الله يوصلنا بالصحة والسلامة هانتي وحنا ديما شادين الطريق والله من نهار جيت تمنيت فهمتي الريحة شي ربع ايام متابعة في شي بلاصة والو بالتوفيق ليكم تيكونو شي اسئلة عجيبين طلعوا لي في راسكم بالتوفيق ليكم كاملين الله يحفظكم صبار عند يا الله بقات كليكه وحده طلعوا لي فراسكم